العيال الكبير داخل علينا، احنا فاضلنا شهر يعني، يا دوب تلحقي تجيبي حاجتك وعلى ما الاوردر يجي لك وتشوفي المقاسات اللي انت عايزاها ودنيتك. اهو الابيض اساسي معاكي اول يوم العيد. بصوا الابيض فيها بقى، الابيض خطير بجد، حلو قوي. الموديل ده اسمه صفاء، بصوا جميله جدا، بسم الله ما شاء الله، عجباني قوي الابيض فيها بجد رهيب. بصوا درجات التطريز على الابيض شياكه ازاي، جميله بجد قوي ما شاء الله. تقدري تحطي عليها طرحه بيج، طرحه كحلي، فهي ما شاء الله يعني هيليق معاها جدا. شايفين التفاصيل بتاعتها وخامتها بارده جدا ما شاء الله، حلو قوي. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. احنا النهارده موجودين معاكم عند الملواني، شارع السياحي الكرداسه، احلى عبايه، والنهارده عندنا مفاجآت حلوه قوي لمتابعينا الغاليين اللي دايما بيسالوا في التعليقات. احنا دايما متابعين، استاذ احمد دايما متابع التعليقات وبيحاول يعمل لكم كل حاجه بتطلبوها. النهارده الفيديو مميز، عندنا تشكيله حلوه قوي ما شاء الله، وعندنا طبعا زي ما احنا متعودين شحن الكهرباء كبرى المحافظات، والشحن معانا من اول كم قطعه؟ ثلاث، من اول ثلاث قطع. وسايبه لكم الارقام على الشاشه للتواصل مع الملواني. النهارده مفاجاتنا عندنا بيج سايز، بيج سايز لابس مقاسات حلوه قوي، هتعرفوا معانا جوه الفيديو. يا ريت مش مشترك في القناه يشترك وفعل الجرس ويعمل لايك عشان يوصلوا كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده. ويلا نقول بسم الله ونبدا الفيديو بتاعنا. معانا ده اول موديل معانا اسمه ايه؟ ما شاء الله، بس هو عامل زي الفرعوني كده ما شاء الله، حلو قوي. ده اسمه زينه، تمام. بصوا ما شاء الله الكم بتاعه هنا نازل على راحته كده، والشغل اللي موجود في الصدر هو نفسه اللي موجود في الدراع هنا. عايز اقول لكم جميل، نازل ساده خالص. طبعا الابيض والعيد الكبير كده يا احمد، العيد الكبير داخل علينا، احنا فاضلنا شهر يعني، يا دوب تلحقي تجيبي حاجتك وعلى ما الاوردر يجي لك وتشوفي المقاسات اللي انت عايزاها ودنيتك. اهو الابيض اساسي معاكي اول يوم العيد، معانا منه ابيض ومعانا منه ده بيج سايز، ها، ومعانا منه الزهري كمان. شفتوا الزهري ما شاء الله حلو قوي ازاي، بسم الله ما شاء الله. الالوان حلوه وخاماتنا كلها يا جماعه قطن بيور ما شاء الله، ولا بيبهت ولا في اي حاجه خالص، تاخدي القطعه وانت مطمنه. الله على الالوان. المنت بقى موجود كمان معانا، شايفين شغل سيمبل قوي للبيج سايز حبايبنا. كمان الكم نازل على راحته للناس اللي ما بيحبوش حاجه استك او كده، جميله جدا. هيلبس معانا لغايه اول مقاس لغايه 140، وتاني مقاس لغايه 160 170، تمام. مريحينكم خالص على الاخر اهو، جايب لكم بجد مقاسات محترمه. طيب شايفين كمان الموف فيها، قمر جدا، تاخديه وانت مغمضه سواء من خامه او من موديلات. احنا النهارده معانا ما شاء الله تشكيله هتعجبك قوي. طيب معانا كمان الاسود، الارقام طبعا على الشاشه للتواصل مع الملواني. عندنا شحن من اول ثلاث قطع، شايفين الاسود والله يتخرج بيها ما شاء الله، بس الخامه محترمه والتطريز ما شاء الله سيمبل قوي، وتقدري تحطي طرحتك كده وحاجه راقيه جدا. قلنا الشحن معانا من اول ثلاث قطع، الارقام قدامنا على الشاشه للتواصل مع الملواني. معانا اللون الزيتي كمان، بصوا الزيتي ما شاء الله شيك قوي فيها، حلو جدا مع درجات التطريز بتاعتها، درجتين البيج كده حلوه جدا ما شاء الله، تمام. معانا كمان اخر لون فيها، اللون الكحلي، بصوا بقى ما شاء الله ما شاء الله، جميله 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 فيها الكحلي بجد، حلو قوي. دي معانا بكام النهارده؟ دي عامله 300، دي معانا بيج سايز. البيج سايز ده بره انتوا هتسمعوا ارقام ثانيه والله خالص، السعر اصلا بتاع المقاسات العاديه ب 380 يعني، ده بره اونلاين، بره عن مش عندنا 380، عندنا هنا بيبتدي من 280، بيبتدي معانا السعر في المقاسات العاديه 280، بيج سايز معانا 300، يعني بيبتدي في القطاع لكن بينزل بقى في الجمله، تمام. بيبتدي ويطلع لك يعني، احنا اللي بياخد جمله ليه سعر اقل، والجمله ده بيبدا من اول كام قطع يا احمد؟ من اول دسته، من اول دسته، يعني انت هتاخدي بسعر مختلف من اول دسته. طيب كل ما العدد بيزيد كل ما السعر اكيد بيزيد، بالظبط كده، تمام. ده معانا بيج سايز برده، الموديل ده عملنا منه بيج سايز، ده عادي وبيج سايز، احنا دلعناكم على الاخر. الموديل ده قمر، قمر جدا. بصوا بقى احنا قايلين اول مقاس هيلبس لغايه 140، وتاني مقاس هيلبس لغايه 170. بصوا بقى ده ما شاء الله واخده الشكل السداسي كده، حلو قوي. كمان الكم بتاعها نازل على راحته، والشغل كمان في الظهر، يعني انا عايزاكم تبصوا في القطعه دي معايا كويس قوي، لان هي مميزه، دي تطريز وش وظهر، يعني لو انت عايزه موديلات بيج سايز هتاخدي الاثنين، واحد تطريزه سيمبل قوي وساده وجميله كده، والثانيه تطريز وش وظهر وفي نفس الوقت تطريزها سيمبل قوي، يعني الاثنين هيعجبوكي انا واثقه. معانا كمان منهم منها اللون النبيتي، تمام. عايزه اقول لكم تحفه جميله، خامه ومقاس وموديل جميله جدا. هي لون تطريز واحد او لونين اللي هو درجتين البيج، معانا هنا اللون بيختلف على حسب لون القطعه نفسها، يعني بصوا هنا الابيض التطريز فيه الاسود والمستردة، طبعا الابيض والعيد والالوان دي اصلا تحس ان الرسمه دي رسمه اسلاميه، جميله بجد حلوه قوي ما شاء الله. معانا منها كمان الاسود،
مقاس واحد هيلبس لغايه 140 ومقاس اتنين هيلبس لغايه 170. براحتك بقى كل فته ولحمه براحتك خالص. جايبه لك المقاسات اهو من دلوقتي عشان تاخدي اللي انت عايزاه وتبقي انت مطمنه. معايا كمان فيها اللون المستردة. بص المستردة بتاعها منور جميل جدا، مش قافل كده، لا منور حلو قوي. تمام، هي نص ياقه عشان انا ما قلتلكوش، هي نص ياقه ونص ياقه بتاعها مش مطرز. هنشوف دلوقتي. صبحلي فيها مع الوان التطريز بجد قمر. بص النص ياقه اهو، نص ياقه ومش مطرزه. تمام، وكمها نازل على راحته من غير استك برضو للناس اللي بيحبوا الحاجات دي. موجود معانا كده في البيك سايز، موجود معانا كمان الكشمير. عامل لكم موديل وعامل لكم الوان حلوه قوي في البيك سايز. يلبس معانا يا جماعه لغايه 170، بيبتدي من 140 ويلبس معانا لغايه 170 ما شاء الله. الكشمير كمان اهو اخر لون فيها، اللون الموف. بصوا الموف قمر ازاي، والله قمر حلو قوي. دي معانا النهارده ب 300. الشحن معانا للقرى الكبرى المحافظات، سايبه لكم ارقام على الشاشه للتواصل مع الملواني. بصوا بقى الموديل اللي عليا ده ليه شغل من هنا وردات كده حلو قوي. عايزه اقول لكم باقي الالوان بتاعته كمان قمر حلو قوي، وزي ما انتم شايفين الشغل في النص ده، بس الخط ده هو اللي مكمل معايا لغايه تحت. والكم هنا استك وشغل تطريز من على الكم، ونص ياقه برده، نص ياقه بتاعها تطريز. فالموديل حلو والوانه جميله. انا معايا اللون النبيتي. بصوا الكشمير فيه قمر ازاي، دي مقاسات عاديه بقى. واحد واثنين. بصوا الكشمير قمر، يعني الورده بيضة قلبها على بيج والقلب جوه كده على شكل قلب. واخدين بالكم انتوا بتفاصيل حلوه ما شاء الله. والتطريز بتاعها جاي من اول الكتف لغايه طرف الكم، جميله بسم الله ما شاء الله. قطعه محترمه حلوه وشيك، ومقاسها برده للمقاسات الصغيره ما شاء الله حلو قوي، وخامتها محترمه جدا. ده معانا الزيتي. تمام، الزيتي نازل معانا درجتين، الدرجه دي وهنشوف لها كمان درجه ثانيه. دي معانا ب 280. الارقام موجوده قدامنا على الشاشه للتواصل مع الملواني. قلنا عندنا شحن لكرة كبرى المحافظات، والشحن من اول ثلاث قطع. بصوا الابيض فيها بقى، الابيض خطير بجد حلو قوي. الموديل ده اسمه صفاء، بصوا جميله جدا بسم الله ما شاء الله، عجباني قوي الابيض فيها بجد رهيب. معانا برده فيها اللون الموف. بصوا الوان التطريز فيها جميله ازاي، ما شاء الله تحفه بسم الله ما شاء الله. ده هيلبس لحد 120 كيلو. تمام، ايوه انا نسيت اقول، واحد هيلبس لغايه 90 واثنين هيلبس لغايه 120. تمام، ده واحد يا احمد، ده واحد. تمام ما شاء الله، ممكن يلبس 80 كمان. ده درجه الزيتي الثانيه. بصوا هو في اهو درجه وهي درجه، يعني باينين اهم جنب بعض شايفين. تمام، معانا كمان لون المستردة. بصوا المستردة بالوان التطريز بتاعته حلوه قوي ما شاء الله. تمام، اخر لون فيها معانا اللون الكحلي. عايزه اقول لكم الورده بتاعتها مختلفه عن اي ورده تانية موجوده في اي عبايه دلوقتي، لان قلب الورده ليها قلب كده، والورده نفسها جايه على شكل قلوب برده، فحلو قوي 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 ما شاء الله. دي معانا النهارده ب 280 وبتلبس معانا لغايه 120. بص الموديل ده قمر قوي ما شاء الله، حلو قوي. الموديل ده اسمه لمياء، هو نص ياء اهو وعليها تطريز كده ما شاء الله حلو قوي، والشغل هنا جاي مختلف بسم الله ما شاء الله. الكم بتاعها هنا عليه زي شمس كده، بصوا حلو قوي ما شاء الله. والطرف الكم بقى عليه شغل كده، والكم نازل على راحته باسوره خفيفه. تمام، احنا كده معانا منها اللون البترولي، ومعانا منها الوان ما شاء الله كتير، معانا تقريبا 8 الوان في الموديل. معانا اللون الكحلي، مقاساتها واحد واثنين، واحد هيلبس لغايه 90 واثنين هيلبس لغايه 120. طيب عايزه اقول لكم الخامات بتاعتنا كلها ما شاء الله قطن بيور، خامه برد على الجسم يا جماعه حلو قوي. معانا كمان منها اللون الزيتي. بصوا الزيتي الوان التطريز فيه درجتين للتطريز، المستردة الهادي او الهافون مع اللون البيج حلو قوي. الشحن معانا من اول ثلاث قطع، الارقام قدامك على الشاشه للتواصل مع الملواني. بنقول الموديلات بقى اسمائها، عايز تعملي سكرين، عايز تبعتي اسم الموديل براحتك خالص. معانا كده اللون الموف، معانا الكشمير بتاعها قمر حلو قوي. الكشمير درجات التطريز بتاعته بتعجبني جدا عليه، ودرجه الكشمير نفسها رايقه كده حلوه قوي. شايفين التفاصيل بجد حلوه جدا ما شاء الله. دي معانا النهارده ب 280، معانا النهارده كل المقاسات العاديه ب 280 والبيك سايز ب 300. والبيك سايز عملنا فيه موديلات حلوه قوي يا جماعه. بصوا النبيتي فيها اخر لون فيها ما شاء الله قمر حلو قوي. قلنا عندنا شحن لكبرى المحافظات، والارقام قدامنا على الشاشه للتواصل مع الملواني. مع
معانا بقى المدير اللي عليا ده، عايز اقول لكم ده حلو قوي، ليه كده شغل هنا من على الصدر، وهنا ليه كشكشه وحزام جانبي تبقى عامله معاكي زي الدرس وساده خالص كده جميله. الكم بتاعها نازل على راحته، تطريز واخد من الصدر هنا طبعا، وليها سبعه كده جميله ورايقه قوي. معايا منها اللون المنت، هي لون تطريز واحد طبعا، الناس اللي بيحبوش الالوان الكتير فهي الوانها مش كتير ما شاء الله. معانا منها كمان الزيتي، بصوا ما شاء الله محترمه جدا، حلو قوي. تلبسها مريح، تقدري تعتبريها زي الدريس كده لان هي ليها احسن تتلبس وطرحه وتنزلي على طول، يعني بجد في منتهى الشياكه. معانا منها كمان المستردة، لون تطريز واحد زي ما احنا شايفين، باكد عليكم عشان تشوفي درجه التطريز مع لون القطعه بتغير القطعه ازاي. معانا كمان منها اللون النبيتي، بسم الله ما شاء الله، حاجه محترمه جدا. انت بتاخدي قطعه تستقبلي بيها ناس بقى، تشيليها للعيد، عروسه بتجهزي، ست بيت وحابه تجددي قبل العيد كده، تجيبي لك كام عبايه، عايزه تهادي، تاجر وبتفتح مشروع، انت اونلاين هتلاقي ما شاء الله، يعني الموديلات اهي ما شاء الله كتير حلوه، وما شاء الله اسعارها كمان مميزه ليك وكتجار. وطبعا اللي متابعينا معانا دي ايه كمان؟ الموف. اه بصوا يا جماعه ما شاء الله الموف بتاعها حلو قوي، بصوا جميله جدا ما شاء الله، تطريزها حاجه محترمه جدا، الفتله هاديه مش يعني تطريز مش تقيل تحس ان انت متضايقه، لا الفتله رفيعه وماشيه جدا مع العبايه. معانا منها كمان الكشمير، بصوا الكشمير قمر ازاي، بسم الله ما شاء الله قمر عايسي جدا. لو عروسه طبعا خدي الكشمير من غير تردد، خدي الموف على طول، خدي يعني فتحي في الالوان كده وخليكي شكلي براحتك. بصي معانا كمان الكحلي، بصوا ما شاء الله طبعا كل قطعه بيبقى مكتوب عليها الملواني هنا اهو بالمقاس بتاعها، ده مقاس واحد يا جماعه ما شاء الله، واحده هلبس معانا لغايه 90 واثنين هلبس معانا لغايه 120، دي معانا النهارده ب 280. الارقام قدامنا على الشاشه للتواصل مع الملواني. معانا الموديل ده كمان ما شاء الله، عايزه اقول لكم حلو جدا ما شاء الله، الموديل ده كده اسمه هاله، بصوا الشغل عامل ازاي، ليه هنا تطريز، ليه يا رب تطريز على الصدر وخياطه من هنا، وهنا زي جراب كده في الحزام اللي هو بيشد ويعملها لك زي الاستك. مقاس واحد هيلبس معانا هنقول من اول 50 كيلو، لان هي ما شاء الله الشداد ده بيصغر المقاس معاكي، وطبعا ليها زي كورنيش كده وتطريزات وحاجات مع الشد بتاع الوسط ده، هتحسيها ان هي عامله زي الدريس ما شاء الله، جميله جدا. يعني هي هنا اهي تمام، واشدها لي بقى، بصوا ما شاء الله يعني تعمل معاكي زي الدريس بالظبط كده مع الادوار بتاعه التطريز هنا، بجد حلو قوي. ده اللي انا قصدي اقوله ان هو هتلبس معاكي من اول 50، انت حره في الحزام ده تشديه تضيقيه توسعيه براحتك خالص. كمان اللون الزيتي ما شاء الله حلو قوي، انا بحب الحاجات اللي بتلبس من المقاسات الصغيره علشان حبايبنا اللي بيبقوا عايزين يجيبوا لاولادهم ما شاء الله. معانا كمان اللون المستردة، بصوا ما شاء الله درجات التطريز عليه البيج مع الزيتي مع الكورنيش والتفاصيل باينه هنا اكتر عشان هي فاتحه. عايزه اقول لكم حلو قوي ما شاء الله، كمها استك وتبقى عامله زي الدريس بالظبط في اللبس، بصوا ما شاء الله حلو قوي، انا عجباني بصراحه. دي كده تجيبيها تستقبلي بيها ناس، لو بنوته خارجه تلبسها برده حلو قوي، بتروحي نادي، احنا في الاجازه بقى نوادي وخروج كده على خفيف، دي هتبقى سهله قوي ليكي تحسيها زي الدريس عشان الشداد ده تمام. معانا منها كمان اللون الابيض، بصوا درجات التطريز على الابيض شياكه ازاي، جميله بجد قوي ما شاء الله، تقدري تحطي عليها طرحه بيج طرحه كحلي، فهي ما شاء الله يعني هيليق معاها جدا، شايفين التفاصيل بتاعتها وخامتها بارده جدا ما شاء الله حلو قوي. اخر لون معانا فيها اللون الزيتي، طبعا كل قطعه لون التطريز بتاعها بيتغير، هنا الزيتي تطريزه في درجه البيج مع الاحمر، بصوا ما شاء الله حلو قوي، بسم الله ما شاء الله، انا واحد هيلبس لغايه 90 واثنين هيلبس لغايه 120، ودي معانا النهارده ب 280، والشحن معانا من اول 3 قطع. معانا بقى الموديل اللي عليا ده، ده كم الموديل ده كم استك تمام، وليه كده شداد من الجنب، وهي عامله زي الدريس، ليها تطريز من الجنب هنا كمان، عايزه اقول لكم حلوه وتلبسها مريحه جدا، عامله زي الدريس، شايفين الشغل تطريز كده وخياطه من هنا، وكمان في الظهر وانت ماشيه التطريز ده بيبان معاكي، يعني حاجه جميله جدا، قطعه محترمه جدا ما شاء الله. الكم بتاعها اهو فانوس واستك، وليها الاستك اللي في الجنب اللي احنا بنقول عليه، وهوريها لكم برده من الظهر تمام. معانا كمان اللون الزيتي، الوانها كلها حلوه ودرجات التطريز بتاعتها متنوعه، يعني بصي هنا الزيتي درجات التطريز بتاعته في الهادي وجميله جدا ما شاء الله تمام. بصوا بقى الظهر بتاعها شايفين، يعني واخده مساحه حلوه من الظهر في التطريز، جميله جدا ما شاء الله، حاجه مختلفه، يعني عندنا حاجات تطريز ظهر فوق، عندنا حاجات تطريز ظهر تحت، مش سايبينكم في حالكم، كده هنجي لكم وكده هنجي لكم، بجد الموديلات حلوه قوي. بصوا كمان الاسود هنا تطريزه بقى الوان مختلفه تماما ما شاء الله، بصوا الالوان بتاعته
حلو قوي ما شاء الله، ما بين الاحمر والاصفر كده يعني حاجه برضو بتدلعي جميله جدا، تبقى عامله زي الدرس عليكي علشان الاستك اللي هنا ده ما بتحتاجيش ان انت تضيقي عند حد، هي بتيجي مظبوطه على طول. معانا كمان فيها اللون النبيتي، دي مقاساتها 1 و2، واحد هيلبس لغايه 90 و2 هيلبس لغايه 120. خلينا نقول ان احنا الفيديو بتاعنا خلص، بس جولتنا من عند الملواني لسه ما خلصتش، وعايزه اكد ان احنا عندنا قناه صغيره تانية عليها عروض مختلفه بتنزل، ما تنسوش ان تدخلوا وتشتركوا عليها، هسيب لكم اللينك بتاعها دايما على المنتدى. احمد تعبتك معايا النهارده. بجد الفيديو كان مميز، اتبسطت جدا ان انا كنت معاكم النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.